السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي آنساتي سادتي مخداتي ووسادتي، أما بعد مرحبا بالجميع. مرحبا بحلقة جديدة من سيتي سكاي لاين دي ال سي، دولة المتابعين، سموها اللي تسمونها شيء حلو. اليوم الحلقة شوي غير، بنوصل 100,000 اليوم. فالحلقة شغلنا على فكرة، أنا اشتغلت على الشوارع هاي، بعض الشوارع تشوفوا سويت شوي شغلات معقدة هني أساسا نحل الأمور، وعندنا نبى نوصل المكان لأمية ألف نفر، والأمية ألف مش شوية. فأنا ببدأ بشوية خدمات متمنيا أنها تزيد عدد الناس. تعال تعال أنت، أنا عندي مشكلة وياك من سنة يدي. تعال، أيوة هذا أنا أصلا. لحظة، أنا كيف معيش هاي الفيل؟ What the hell؟ أنا شو مسوي؟ هاي مش موصولين في الدنيا أصلا، مش واصلينهم في الدنيا تعرفون؟ والله حطي لكم الطافي بعد. ها مساكين والله، إني ظالم منهم، حرام والله شو مسوي فيهم هاي لنا. ما على بينظفونهم الحين او بس. بس في شيء انا لاحظته، في ناس اغب، مش اغبياء يعني، يحبون الشقة. شوفوا من الشارع يمشون من هاي المدينة هناك مشي لين هني. المشكلة مش هني المشكلة، شوفوا عندهم ما عندهم باصات لهناك. اوكي انا اسف، خلنا نحط لهم باص وديهم للمدينة. زين، وينزلهم مكان ثاني ويشلهم من اجزاء ثانيه في المدينه على اساس، ويشل هاي من هني ويروح هناك. اوكي، ونبى مترو. انا سويت مترو هني والحين بسوي مترو هني. اوكي، هاي كله بيساهم في مشروع ال 100,000 اليوم. مترو 2 3. ليش في حرامي هنا؟ ليش في حرامي هنا؟ زين، هذا داخل المدينة انتر سيتي. زين، انتر سيتي، وبنسمي هاي هنا. هذا بس بيروح بيرد على المدينة نفسها، عرفتوا؟ يكون عندنا اول خط يا جماعة الخير، من هنا لو هنا لهنا لهون 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 لهون، ومن هون لهون، وبيرجع هيك، بيرجع هيك. شفت؟ ما باهم يمشون. يا شاد ترى حفاصات حيوانين، حيوان الدنفر. زين، بنحط لهم يا حبيبي حاجه البيوت فول عندنا، ترى الناس تبى موظفين يعني. شوفوا المدينه حطينا فيها بيوت، حطينا فيها، حطينا فيها ذاك، خلينا نتاكد كل خدمات واسط. تعليم عندهم زيرو، كلهم جهله. زين يا خليل، علمهم من زين، حط لهم مدارس، ساحب عليهم. يبون ثانوية، يبون جامعة، لا يبون ثانوية. هي حق شو تبون ثانوية يا جماعة؟ خلينا نحط ثانوية عند المستشفى أدريبكم. من زين، الحين بنسوي شيء ثاني، بنغير بس هالمصانع هاي أبغى أكنسلها. فشو بسوي؟ الكهرباء عندي زينة والميزانية زينة، بحطي نووي هني وين المكان الفاضي مال النووي أصلا. من زين، بنحطي دبل نووي هنا بدون باركنات. في باركنات وايد، بس في 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 باركنات وايد. دبل نووي، عندي كهربة الدنيا الحين وهايل، على اساس نوفر على عمارنا تعب ونحط شركات حق يمكن احط سكيورتي هنا وهالسوالف. زين، واصلا ما عندهم بترول ونصر مشغالين. غلطة لا أتعلمها، أنا أسف على الاستقطاع البسيط، مو وقتي الحلقة. انزين، كهرباء كيف مصر؟ وصلت الكهرباء كل مكان، بس ممتاز. انزين، يمكن مالي ليش دقرت؟ في حد انقطع عنه كهرباء نفس آخر مرة؟ ولا شو السالفة؟
شغالين هاي الماي شغالين. اوه ما هذا شو السالفة؟ اوكي الحين بيردون شوي شوي بيبدون يردون طبيعي. جبت العيد. انزين بنحطي لنا شوي شركات هنا هاي العيون النووية بس اوكي، وبنحطي طبعا هاي كلهم مثل ما تقولون الهدف مالهم ولا المغزى موجودهم هني حق النووي كله حق نوصل 100,000. بس ابى اسوي شيء ثاني، ابى بين هالمدينه وهالمدينه مواصلات ما استعملناها الحين، مش الترام لا ولا هذا ولا ذاك ولا الكيبل كار لا، نبى وين صار بلمب 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 ديبوت بلمب ستوب. انزين بلمب ديبوت هذا بيطلع لنا حق تصير بقى يعني وكذا وزي كذا هنقدر نحطه هنا مو مشكله. انزين بنحط بلمب ديبوت هنا جنب الكرير هاي. انزين وبنحط لنا بلمب ستوبس بالمدينه واحد. الحين ما اعرف اذا حد فيكم شافه هذا في مواسم سابقه البلمب نفسه، بتشوفون الحين شيء وايد حلو، شيء وايد حلو. بنحط واحد عند مكان دوامات العالم، خليها تدي دواماته في البلمب. وعند النووي عند النووي نيز نايس. انزين البلمب هاي نفس المناطيد الحين بتشوفونهم. انزين بنسوي لهم مسارات هني هالمدينة، طبعا بطيئين وايد و ما يستاهل ان نحن تقولون مثلا لحظة نسويهم مسافات ابعد من هاي، حتى هاي يمكن مش 100% اقدر اقول ورثت يستاهل، بس it will be nice to have. واحد اثنين انا باخذ لف نفس 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 سيستم المترو كيف سوينا تقريبا نفس الشيء بسوي. اوكي بنحط فيهيكل سيد عشان نشوفه، وابى احط ليش ما اسوي بلمب ستوب ثاني بالوسط هنا؟ ليش ما اسوي بلمب ستوب؟ ويت في بلمب ستوب ثاني هنا بنوصله في المسار الجوي. اوكي وبناخذ النقطة جديدة لين هذا البلمب بيروح لين هذا المكان ويرجع لين هني. حلو هذا بيسوي هذا من اول التطورات اللي تدخل على المدن هاي. زين نبى بس نقطة من هني لين هني فقط مدينة داخلية. اوكي بتشوفون في السماء الحين هاي تتوصل في مدن برا مو مشكله، ومدن داخليه بتشوفون مدينه يطلع فيها شغلات حلوه اللي هي هاي شوفوا. المناطيد طر 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 والله جميل. اوكي بس مديح صح، في ناس بتروح بترد فيها بتسوي في كيبل كارز بنحطي نبا هني نحطي لنا عماير هني صوب الثاني ما في زحمه وايد ومره طيبه. انزين نحط عماير هني شوفوا النووي يا الله النووي محلى طر شويه كهرباء عندي بزياده. انزين بنحط هني موظفين بنحط لنا مدينه بكر الجبوري شوي لازم نكبرها لانها قامت تسوي شوي شوي مدينه اساسيه. مدينه محمد جمال قام يستوي عليهم زحمه مش طبيعيه يا جماعه، يعني شيء خرافي. لحظة في مال كهرباء هني صح؟ شوفي هني شوفي هني يقول لي اوريدي اوكيبايد ليش؟ زين خلنا نسوي بالطريقة هاي ومن البوينتس شوفي هني اوكي هذا مال مشاة الباركن انا اقول تبا لكم انا اقول من الصبح وين 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 الا بالطريقة هاي مو مشكلة عادي. زين بنسوي ابجريد لين هني. طبعا اللي يعرفني يعرف سلسلة انا اخلي شغلات عشوائية نفسية مخليها احس عادي فينا يمكن بعضكم يعترض يقول لا مش عادي كتشرة وهذا، انا احس اوكي يعني وين
ما احس في المشكله الخرافيه انه لازم ما في شيء اسمه مدينه مرتبه 100%، لازم يكون فيها عشوائيه. اوكي لا تحاولون تقنعوني بالعكس، هذا خلنا بالعكس اسمح لي، هني بيعيشون في ام الازعاج. شو بسوي؟ هذا بخليه فاضي، هذا بحطيه اللي في الازعاج بالضبط محلات تجاريه مفروض ان شاء الله متمنين، وهذا النص بيكون الناس اللي ساكنه شوي بعيد عن هذا، وحولهم مكاتب دوامات في النص كم من مكتب، هنا يمكن يسوي لهم مكاتب حلو. اما هنا محلات تجاريه كبيره هنا وهني، ويبون موظفين بينهم موظفين. شوفوا هاي مدينه بكر جبور جديده، دائما نحاول نسوي بعض الامور. طبعا نحن بنبدا نكمل المدن، بس هالحلقه شوي سبيشل، 100,000 رقم حلو، لازم نستغل كون الرقم هذا. خلينا نشوف ايش الحد، ما حد جاء زين، ما حد هني زين، زين ما حد هني زين. ها في واحد، في ناس يشوف. ها كيف يركبون زين؟ خلينا نسرع اللعبه لحظه. تعالوا وينه وينه يا حبيبي وينه، ما حد هني يا حبيبي. 60 سنة بترية. أيوة هني هني. راح لا تنبلحق وراهم لين أقول آمين. نعطيهم ماي هاي عن يشتكون علي بعدين، ما في عند حقوق الإنسان. المهم يعني بدأ يعني يشلونهم وهذا وكذا وحركاته. ليش في حد مبركن هني؟ أنا ما أحب حد يبركن هني، أنتوا تعرفون هالشيء الحين خلاص صح؟ خلني باركينج. ايوه لحظه لازم اوقف وقت الحلقه شوي. لحظه اعتذر منكم على وقفه في الحلقه هاي، وقفه شوي ما لها داعي. زين شفتوهم على الاقل يعني وقفت لكم يا بركنت مكان حلو يعني عرفتوا كذا يعني. انزين بس بنوصل 100,000 يعني بستايل، بنعدل شغلات بنعدل خدمات اللي نوصل 100,000، مو بس 100,000 على الفاضي يعني. الحين البلم ممكن نحطيه اماكن وايد ثانيه يا حبيبي على الزحمه اللي هني. لحظه في زحمه هني خرافيه صح؟ انزين اول شيء هذا الشارع يبغى نسوي شارعين يعني خطفه من تحت، لأن بس في زحمة هني. هذا ممكن أبجريد
بس حاليا ابجريد ما له داعي. بس لا له داعي له داعي، خلنا نعدل الشوارع اللي هني كاملة عشان نوصل مكان 100,000 ونحن شو مرتاحين. اوكي ما نبغى نوصل 100,000 ونحن بس تين عق سامون، لا مستقبلا هالشي ما ابغى. هذا في كهرباء شي خاطفه من هني هي. يس مو زين، مو مشكله الحين برد اعدل من الكهرباء الحين مره مكانه. زين بنسوي هذا هني. اوه لحظه ويت ويت، بلاش نحط النوويه وين ما يصير. ايوه مو زين، الا بسيط. انزين بنسوي لحظه من هني لين هني لين هني، من هني لين هني، بنمد هذا بالطريقة هاي، بنمدها بالطريقة هاي، اوكي، 200 200، تقريبا 200 200 200 يعني، بس انه يعني جيد. ترى بتعرض لتعديل مستقبلي، بس هذا اسميه عمل فوري على اساس ان نحن الحين شو بنسوي. ايوه بنطلع منه نقاط ليشو، لا مش من هنا كنا نحن حاطين، كنا حاطين بالطريقة هاي نحن صح، بس انزين غلط غلط غلط، لا لا هذا غلط. انزين هذا هني، هذا ابجريدت. انزين وبنحط لنا شارع هني، لنا شارع هني، وهذا بنلغيه، هذا بنسوي 6 شوارع ابجريد وستيب. مو بقدر اسوي ابجريد حق هذا لان النقطة هاي بكامل غلط، فشو بسوي؟ بلغي النقاط هاي. زين بلغي النقطة هاي، كم ارتفاع الشارع هذا؟ 12 10. زين 10 ابجريد، ما اقدر اسوي الابجريد. زين بسوي شارع من هاي النقطة لين هني، 10 لين هني. ها شو مرة مش الا كومن سيتي قم. زين لين هني حلو، ومن الشارع فوق الجسر خلنا نسوي هذا بالطريقة هاي. شوفوا على اساس اني اطلع نقاط زيادة، على اساس شو نسوي؟ آه حبيبي يا حبيبي قد تخر تشفير بيزة هنا. انزين 1 8 units almost was ولا 7 هني. لحظة خلينا نسوي الابجريد هذا، ويت خليه يكون شوي شكله احلى يعني، على الاقل مستند على شيء فعلي يعني، مش انه. وهذا من هني لين هني، هذا من هني. انا مستوعب انه في فرق بين هني وهني، بس هني لحظة خلنا نشوف اذا نقدر نسوي نفس الشيء. ردي اوكيبايد يقول لي ليش، ويت اذا اجيب هذا الشارع وانزله بالضبط على راس النقطة المفروض يتغير. المفروض يتغير يعني، مو بأحسن شيء في الدنيا، بس أتصور إني مشي الحال. إنزين بس الشارع بيفرق الحين وايد كالعادة، الـ4 شوارع عمالنا نسوي أبجريد حق هنا على أساس يدخلون في الشارع يطلعون من الشارع.
يدخلون في الشارع هنا يكون في لفة واحدة يمين. زين بيكون أسرع وايد الشارع ترى الحين. بيكون أسرع وايد. بس نبغى الشارع هذا يا حبذا. بس إنهم ما يكملون سيدا أظني. لا خلاص سوكي سوكي مو مشكلة. بيحل لنا صراحة مشكلة الزحمة هذا وايد. إنزين الحين وصلنا 97,000 شوية بالنسبة لهذه المدينة. شو محتاجين؟ محتاجين ماتيريال. مشكلة القطارات فعليا ما قاعد تشتغل صح. يمكن أغير سكك القطارات كله في المستقبل. ها من المدات عارف واحد قال لي إنه من المدات. بس اللي بسويه حق هالمدينة هاي أساسي يحصلون ماتيريال. بنحطي مينا كارغو. أوكي كارغو هاب this one. بس شو أبغى أسوي؟ الكارغو هذا بيكون دبل بيربس يعني متعدد الأغراض ولا ثنائي الأهداف ولا من هاي الأمور يعني يسمونه ما أعرف شو يسمونه أنا واحدة من هالأسامي. نزيل بنحطي هني لين هني هذا أساس المينا مالنا. أوكي بنسوي هني على أساس إن هذا مينا. وأي شيء في المستقبل ما بنحط هني غير مينا بالنسبة لهذا. وبنحطي لنا بعيد عن الروت بنحطي لنا واحد ثاني هني غير اللي موجود هناك. هذا هاربر هذا يجيب الناس. أوكي الهاربر شو شغلته؟ أنا بخبركم الحين. بنسير نسوي شارع درب واحد. ليش درب واحد؟ لأن أول شيء لازم نسوي شارع رئيسي. لحظة بنزل شارع رئيسي من هني. أوكي ويت نزل شارع رئيسي من هني لين هني. أوكي لين قبل الدوار هذا. هذا مبنى أساسي من مبانينا يعني. أبغى أسوي روت واحد عشان ما تستوي زحمة يعني. يجيب هذا من هني لين هني. أوكي ممتاز عالطول المربوط من هذا هني لين هني. خليه يستوي بناء هذا من هني لين هني. كل واحد له مثل ما تقولون اللي بيجي هذا المكان يعرف هو جاي حق شو. ما بيجي على عماها ولا ما بيجي يعني مثل ما يقولون بس ما يعرف السالفة. اللي بيجي هني بيجي حق المواني. طبعا ما ينفع أسوي بس حق المواني. مش لأنه بس ما ينفع لأن نحن بعد بنحتاج مداخل ثانية. بعدين هذا في قطار نفس المرة الماضية بنسوي بس هالمرة مال مرة واحدة عرفت مش مال التجاهل مال اتجاه واحد. زين صبر خلنا نسوي على ال +5 8 0. نشيل هذا من هني في هذا اتصور كفاية. ايوة بالضبط تبته حلو. هذا بيكون لاف حول المدينة. طبعا اي التفافات مستقبلية نحن عادي بنحلها ترى ما عندنا مشكلة في التفافات المستقبلية ترى. انزين نيب كهرباء نقاط نقطة نقطتين ثلاث أربع استوى عند نقاط كهرباء. في ناس محتاجة محلات هني رايحة رادة. أوكي في ناس عندنا بعدنا محلات محلات كلها هني دكاكين. شو هذا بيخفف علينا وبيبلنا مصادر على الأقل شو اسمه زيادة مصادر الباصات. وهذا بيبون حق السكان ولا الناس اللي ساكنة هني الموارد حق الصناعية وغيره شيء فعال أكثر من قبل يعني. حتى يمكن نفكر خلنا نزيد الشارع في الوسط على أساس الخدمات. با هني لا الحوشي خلنا نعدل أسيدة من الوسط لين إيش ويت واحد في الوسط هني على أساس اللي يلف يكون لف خلاص. وهذا بنحطي أربع شوارع من هذا في تقاطع مستمر مو مشكلة عادي. حتى ممكن نسوي ست شوارع ترى اعتبر نوعا ما شارع أساسي. مش قضية يعني شوفوا شارع أساسي كبير في النوم.
ناس بدأت تبني هني، مفروض ان هذا يغطي احتياجنا من شو، من صديقنا هذا، بس احتياطا ان احنا عندنا احتياج مسد ممكن نسوي بعد من الثاني هني، بس ما يباله، ما ظني يحتاجه، لان هذا بيجيب لهم موارد. وهاي نفسهم الحين صار عندهم شو، مجرى مثل ما تقولون افضل من اول، بس بعد ممكن شو نسوي شيء شوي خرافي اللي هو ما له داعي ابدا. طبعا احب اسوي الشغلات اللي ما لها داعي، ما اعرف ليش. زين نسوي هذا هني بالطريقة هاي. لحظة، ويت لحظة، انتظر، نجيب هذا من هني لين هني على ارتفاع 12 الستاندر مالنا، صح؟ زين، ونجيب هذا وين؟ الطريقة هاي من هني، هذا يكون شارع تماما. لحظة خلنا نسوي شوي مايل اكثر، ميلان طبيعي نوعا ما، ايه لانهم بيدخلون صناعية ما لهم حاجة. نسوي لنا تقاطع مش هني، لا نسوي لنا تقاطع كامل جديد يمر بجنب منو الصناعية هناك، حط قطع كامل جديد، مش هذا ولا ذا كل شو، لا كامل مرة. الحين الصناعية نفسها يعني مشكلة فيها ازمة زحمة اساسية، ما اعرف كم نقدر نسويها بجريد، وما اظني نقدر، بس بتأكد ان الشارع كله ابجريد اول شيء. لا طبعا صعب وايد، لان من البدايه ما كنت مخطط صناعيه بهالحجم هذا، فمرات التخطيط البدري يوفر علينا التعب هذا في النهايه. يعني ما احتاج اني اقعد اشيل خدمات واحط خدمات، بس هذا بيخف الزحمه وايد، يعني لان معظم الشاحنات ابى الناس تدخل المدينه وتطلع وهي مرتاحه. فالحين على الاقل الناس بتدخل المدينه وتطلع وهي مرتاحه، لانه في مكان عندنا حق ناس تسكن. ايه عندنا ايه على الكورنيش بعد. الله الله، زين الناس ساكنه على الكورنيش شو ذنبها؟ لحظه، ما عندهم خدمات، ما عندهم شيء، ما عندهم من حدائق، مالي هاي الحدائق، خلينا نحط لهم مطعم بحري. اوكي، اعطي لهم على شاطئ البحر هني، اعطي لهم ريزورت بحري، اعطي لهم كم شوي شغلات حلوه يعني يصيروا لها مطاعم، مجموعه متفرقه يعني، هاي مش مسوايه حق مثل ما تقولون اقصى شيء شغل، لا كاجوال احنا سوينا هالشيء هذا، بنسوي له حتى شارع صغيرون. شوفوا زين، نسوي له شارع صغيرون ايوه، من هني لهني، من لهني، ومن هني لين هني عندنا التول هذا، اهم شيء التول اللي يرفع حاليا، لانه ما نبغى شكل المكان يطلع معوق. هذا في نص البيوت، هذا على المينا، خليه لما ادخل واحد على المينا عادي مو مشكلة. وبنحط له شوي باركنات، باركن ما نبغى اكثر من الباركن، خلاص خلنا نستبركن عادي مو مشكله. حطي لهم ماي طبعا من الصبح يصيحون ما في ماي. زين حطي لهم ماي على الكورنيش. هاي تو ساكنين جداد هني، وعندهم مطاعم، وعندهم هذا، وعندهم ذاك، وعندهم، انا اهتم في خدماتهم شوي، مش بس في. حطي لنا عمارتين تجاريات هني على اخر شارع، تراهم بيدبرون عمرهم ما عليكم. حاطين لنا محلات صغيرة يم هذيلة اللي هم في البحر. لحظة خلنا نشيل هذا، حطي دكاكين، هذا نشيل هذا دكاكين، اللي يبني عافية علي، اللي يبني عافية علي هني. نويز سيتيزنز ار سيك، ادري هذا مسوي لكم حشرة صح، خليه يسوي لكم حشرة، ما عليه تستاهلون، اعطي لكم مستشفى. قام يستوي عنا الحين شوي شوي بعد البحر، بنبدأ نسوي مشاريع ترى. والله لنا جميل، شوف كم يجيب، يجيب 20 شهر 80، شو الناس تطلع تهاجر، شو السالفة. انزين، مدينة عباس
أمورها طيبة للحين، هي أكبر حديقة فيها هذا فيها ذاك. 10 في الراكب يمكن نزيد شوي ناس، المكان يحتاج ناس صراحة 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 يحتاج ناس، يعني ممكن نزيد ناس بالطريقة هاي، يعني نزيد محلات بالطريقة. العماير بس على قرنش، تمويه تمويه جوي، تمويه بحري. زين حاطين لنا كم شركة هني وخدمات المقابر ليش ما عندنا؟ اوه انا ما حط لهم، ما حطيت لهم نصر مساكين. ويت ويت لحظة، عايش 9000. خلنا نحط هذا في مكان بما انه ما يسوي نويز ما يسوي شيء، من السهل نحط اي مكان. كم عرب عنده هذا؟ ما عنده عربات، فبنحط هذا ابو العربات بيكون عنده عربات. ما عليكم، خلي الناس هني تستانس شوي. محتاجين هاي خدمات. بعضهم يمكن تسألون ليش وكيف والسنة نايس ولا غيره، بس هاي الحياة، يعني الواحد يقدر يسوي. لازم يكون عندهم هذا جزء من الخدمات، ان نحط لهم نحن مقابر وغيره، فلازم نحط لهم حتى يعني سكة الخطار بعد وحدة، عساس ما يكون في ناس موت تشوكا يعفنون هني. خلى الناس تستوي. وصلنا 100,000، هالمدن كلها راح لازم نكبرها الحين، ما اقدر احط مدينة زيادة اذا ما كبرتهم. انزين هاي المزارع صح، المزارع ما يسوون بلوشن وهالسوالف، خلنا نحط ناس ساكنة هني، ناس عند المزارع. انا وين يدومون؟ اعطي لهم دكان انزين، ويحصلون شوي ناس ساكنة عندهم. المكان نحطي فيه نهاية، ما اعرف اذا بيبنوه ولا لا، بس فكرة بعد نعبي بعض الفراغات. العماير، طبعا العماير لهم تسلسل والبيوت لهم تسلسل، بحاول ما اقطع التسلسلات هاي اللي بينهم. بس اوكي ذاتس اوكي سو فار سو قطو. اوكي نبالنا يبالنا مدخل من هالاتجاه للمدينة. ليش لونه غير؟ ليش لونه كترة؟ ولا هو نفسه؟ ممكن هاي تمطر الحين لونه تغير، ما ادري، بس يعني احسن شيء اتجاه ثاني، يعني ما ترتكز زحمة مكان واحد. نبقى بعد باتجاه هذا، بعد شارع ثاني طويل، نشوف عندنا مخارج ثانية مداخل ثانية بالمدينة، يعني ممكن حتى نسويهم 4 شوارع ترى، ولا نسويهم اي شيء، ما في مشاكل كبيرة، يعني نسوي لهم ابجريد يمكن في المستقبل ما اعرف، بس الزحمة تذبح المنطقة اللي انتو سايرينها، فلازم الناس ما يكون عندها الزحمة الخرافية. فاوكي الناس بتسكن هني نوعا ما في هاي الاماكن، بتتداوم هني ما عندهم مشاكل. في شوارع الوانها غير، احس كل مطر عطنا فكت. انا ما اقدر اشوف هني قطار للحين ولا قطار، يعني افكر اسوي 4 شوارع فوق الارض كاملة، يمكن لان هذا المد اللي عندي مخرب الدنيا، فما حد قاعد. في ناس رايحة رده، ها في ريوس بعد راجع. زين في ناس رايحة رده، اوكي 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 200 200 ممتاز. لحظة خلينا نشوف عيل الترافيك روتس مالنا. في ناس تروح ترد هذا الشارع، في ناس تستعمل الشارع الثاني، هذا وين بيروح مهني؟ زين هذا بيروح سيدة. خلنا نسرع اللعبة، اللعبة سريعة من الصبح. اوكي هذا معناه بيوصل هني تقريبا، خلاص ما في مكان ثاني يروح له يعني. اوكي لا ممتاز 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 200 200 الصراحة. وهاي الحلقة هاي وصلنا 100,000، لا تقول ما وصلنا 100,000، وصلنا 100,000 عدد سكاننا، وقاعدين شوي شوي نحل المواضيع بإذن الله. المواضيع راح تنحل بشكل أفضل وأحلى كل يوم، ولازم هالقطار هذا نحصل له حل، لازم نحصل له حل. أشوف معنى يقول عليه زحمة، يعني
نخل رافع. زين بشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله على خير، و لا تنسون كالعادة تسوون لايك الطيب، الكومنت الطيب، كل شيء طيب، أدريبكم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.